الآن عبر الهاتف الأستاذة جواهر العود، مدير إدارة الفعاليات والأنشطة المجتمعية، مسؤول برنامج وفر في دائرة الموارد البشرية بالشارقة. أختي جواهر، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة. حياك الله أختي، كيف حالك؟ طيبة؟ الله يسلمك. تسلم خوي. الله يسلمك. أظني سمعتي موضوع الرسائل النصية وبلغوك الأخوة أن في بعض الملاحظات على البرنامج. ما شاء الله برنامج وفر اليوم له دور كبير كذلك لموظفي حكومة الشارقة من ناحية الخصومات، لكن بعض المتابعين ذكروا بعض النقاط اللي موجودة. الحين أنا ممكن أدخل التطبيق لبرنامج وفر، أشوف أن في محل تجاري باسم معين يقدم لي أنا كموظف حكومي في إمارة الشارقة 50% خصم، لكن يوم أسير عنده الموظف هذا يقول لي لا للأسف نحن ما في أي توجيه يانا بخصوص الخصم لموظفي حكومة الشارقة. وعقب ما ذكر هذه النقطة ما شاء الله رسائل كثيرة جتنا يتكلمون فيها عن هذا الموضوع. أترك لك التعليق. نعم، في البداية أخي أتقدم جزيل الشكر لكم على مساهمتكم ودعمكم الدائم لنا، أن نحن نقدر نوصل لموظفي حكومة الشارقة ونبلغهم عن برنامج وفر. بخصوص الشكوى والملاحظة اللي جت، نحن عندنا كثير من الشركات اللي هي تشارك والخصومات اللي تقدمها تكون واضحة على الموقع الإلكتروني. أحيانا تصير مشكلة أن الشركة نفسها يتغير عندها الموظف، لما يتغير الموظف هذا يترك مجال عمله ما يبلغ الموظف الثاني أن في شركة أو في مثلا برامج معينة مثل برنامج وفر وغيره من البرامج ناس ونقدم لهم خصومات وكذا وكذا، فهنا تصير المشكلة. فنحن نطلب من جميع موظفي حكومة الشارقة إذا صارت له هاي المشكلة مع أي شركة على طول يبلغنا على الإيميل أو يتصل فينا، نحن على طول نتواصل مع الشركة ونشوف وين الإشكالية اللي صارت، هل مع هالموظف مش عارف ولا الشركة كانت تلاعب. في حال إذا كانت الشركة مثلا بالفعل الموظف كان جديد ومو بعارف الموضوع، نحن على طول نتصل في الموظف نعطي رقم الموظف اللي في حكومة الشارقة اللي صارت له المشكلة مع الموظف اللي موجود في الشركة اللي مشاركة معنا، يتواصل وياه وعلى طول يعطيه وخلاص يندرج هالشيء في السيستم عندهم، ومن بعدها ما تصير المشاكل هاي. نعم. صارت مشكلتين قبل وحليناها والحمد لله ما صار أي شيء. يعني وصلتكم ملاحظات سابقة عن هذا الموضوع لكن قليلة؟ قليل جدا قليل، يعني نحن إذا بتتكلم عن سنة 2018 يمكن تقريبا 4 شكاوي اللي جتنا فقط. جميل. وكانت الشكاوي بسيطة مثل هذه، وفعلا يطلع أن الموظف يكون طالع، أو أن تصير إشكالية ثانية أن مثلا الشركة تكون عاطية خصم، الموظف مثلا يدخل ويتم يكاسر الشخص وياخذ خصم خاص وبعدين يطالب بوفر، هذا ما يستوي. ما يستوي، خاصة في موضوع أحيانا يكون في عروض عندهم يعني صيفية، عروض موسمية، هذه بعد نعم. ما تكون شاملة الخصومات. نعم، احنا أخوي إذا بنتكلم عن برنامج وفر، نحن دائما نبلغ الموظفين أو نوصل لهم عن طريق التطبيق الذكي لبرنامج وفر اللي يوضح كل الخصومات اللي تقدمها الشركات، بالإضافة الخصومات الجديدة أو مثلا خلينا نقول الخصومات الموسمية ننشرها على على الانستغرام، نبلغ الموظفين فيها، وبعد عن طريق البريد الإلكتروني لموظفي حكومة الشارقة. هاي الخصومات اللي تكون موسمية فقط، هذا من غير الخصومات الأساسية اللي تكون لمدة سنتين في الموقع الإلكتروني. جميل. في الوقت الحالي ما شاء الله نشوف العدد في ازدياد كذلك، يعني في تعاون صار بينكم في دائرة الموارد البشرية وكبرنامج وفر مع شركات ومحلات تجارية كبيرة، وحتى الموضوع ما شاء الله توسع صار على مستوى الدولة وليس فقط في إمارة الشارقة. نعم الحمد لله، نحن في خلال 2018 وصلنا عدد الشركات ل 102 شركة دخلت في برنامج وفر في مختلف القطاعات. احنا عدنا تقريبا 25 تصنيف مختلف التصنيفات اللي هي تسد احتياجات الموظفين في حياتنا بشكل عام، الحمد لله اللي وصلنا ل 102، وان شاء الله يعني نحن نطمح ان نوصل لشركات اكبر تغطي متطلبات الموظفين بشكل اكبر خلال سنه 2019، هذا من خطه تطبيقيه وتشغيليه عدنا. هذه من ضمنها كذلك اللي هي المراكز الطبيه، الفنادق، المحلات التجاريه، كلها صحيح؟ نعم نعم، في كثير من التصنيفات مثل ما تفضلت وذكرتها. نعم. وفي بعد اللي هي تصنيفات المواد الغذائية، السنة هذه نحن دخلنا تقريبا 3 جهات، وإن شاء الله نحن نطمح ندخل أكثر إن شاء الله خلال 2019 بإذن الله، هذا اللي نحن كذلك نتمنى. المدة اللي تكون دائما يعني الاتفاقية اللي تكون بينكم وبين الشركات غالبا كم المدة تكون أختي جواهر؟
الشركة تكمل معانا مدة العقد اللي بيني وبينهم سنتين، وقابل للتجديد إذا الشركة حبت إن هي تكمل تجديدها معانا. والحمد لله نحن من 2013 لين الحين في شركات كثيرة بعدها ما زالت موجودة وتجدد. نعم، التقييم كيف يكون؟ هل بعدد مثلا اليوم استخدام مثلا بطاقات وفر لهذه الشركة من قبل موظفي حكومة الشارقة، ولا كيف التقييم يكون من قبلكم بحيث أني أنا أقدر اليوم أجدد العقد مع هذه الشركة أو هذا المحل التجاري؟ يعني الشركة إذا هي حبت أن هي تجدد معنا العقد، إما أن هي تعطينا عرض أفضل أو تتم على نفس العرض، بس ما نقبل أن يكون العرض أقل عن شيء. إذا كانت مثلا في محلات معينة ولا شركات اليوم الموظفين في حكومة الشارقة ممكن ما يستفيدون منها، هل هذا تستمرون معاهم ولا كيف النظام يكون عندهم؟ نستمر نحن مع الشركة، بس نطالب من الشركة أن هي تزيد من الخصم أو أن هي مثلا تغير طريقة تقديم عروضها عشان الموظف يقدر يستفيد منها. لأن الشركة إذا هي شافت نفسها ما استفادت من الخصومات، نحن نسوي معاهم اجتماع بشكل دوري نشوف الشركات شو اللي تحتاجه من الموظفين، ونحاول ان نحن نجتمع بعد مع موظفي حكومه الشارقه نشوف شو احتياجات عن طريق استبيان اللي نحن نسويه. فنحاول دائما نجدد ونغير وندخل الشركات جديده حسب احتياجات الموظفين. ما شاء الله، لان تدري ما شاء الله نحن عندنا الموظفين مختلف الرغبات، فانا ما اقدر اني انا مثلا اسد رغبه شخص وشخص ثاني، لا صحيح. لازم اشوف كل الموظفين شو يبون قد ما اقدر اسد متطلبات. اوكي، وكل موظف واحتياجه، في منهم اللي يبغي ما شاء الله محلات الاطفال، في منهم اللي يبغي محلات لبيع المواد الغذائيه، في منهم يبغي مراكز طبيه، في منهم يبغي خصومات على الفنادق، يعني ما شاء الله كل حد لا رغبه في شيء معين ولا حاجه في يعني اشياء معينه ممكن تكون. نعم، بعد يعني الاشياء هذه احنا كيف نقدر نعرفها؟ عن طريق المعارض التسويقيه او اللي نحن نسويها في دوائر حكومه الشارقه. من هالمعارض الشركات تتشجع اكثر انها تعطي خصومات اكثر، او ان هي مثلا تكون دائما مستمره معانا. حتى الموظف احيانا مثلا ما يمكن ما يكون شايف الموقع والشركه هاي موجوده، لكن عن طريق المعارض هذه الموظف يقدر يستفيد ويكون عارف شو هي الخدمات الموجوده. حتى الشركه نفسها تبدا مثلا ترجع لنا تقول لا انا حابه ازيد نسبه الخصم، حابه اغير، حابه اعطي اشياء زياده، لان بالفعل لاحظنا موظفيكم حابين مثلا مو باللي انا عطلكم فقط يبون شيء زياده. فهذا كله في صالح الموظفين من خلال المعارض التسويقيه اللي نحن مستمرين عليها في دوائر حكومه الشارقه. هذا بديناها من 2015 وان شاء الله راح نكون مستمرين، لكن في تطور. جميل. استاذه جواهر، سؤال اخر، هل في اقبال كبير على استخدام بطاقات وفر من قبل موظفي الحكومه؟ نعم، نحن اطلقنا او وزعنا بطاقات برنامج وفر في نهايه 2018، ولاحظنا ان كثير الموظفين من بعد ما بدوا يستخدمون بطاقات وفر كثير اتصالات تجينا يستفسرون عن برنامج وفر. هذا يدل على انهم بالفعل بدوا يحرصون ان تكون عندهم البطاقه هاي. جميل. فنحن الحمد لله اصرنا يعني لجميع الموظفين، وما زلنا نصر للموظفين الجدد، وفي بعض الجهات بس البسيطه اللي لنا الحين ما المطبعه بتطبعها ان شاء الله وبكون مسلمينها خلال الشهر هذا. باذن الله، باذن الله، بارك الله فيكم وبجهودكم كذلك، والله يعطيكم العافيه، وان شاء الله يكون في اتصال اخر كذلك معاكم ونشوف كذلك عدد الشركات ان شاء الله تزيد. ان شاء الله، ان شاء الله بالتعاون معاكم بتواصلنا معاكم ان شاء الله راح نوصل لاكبر عدد ونفيد جميع الموظفين ان شاء الله. باذن الله، بارك الله فيك اختي، شكرا جزيلا. شكرا، حياك الله. شكرا للاستاذه جواهر العود، مدير اداره الفعاليات والانشطه المجتمعيه، مسؤول برنامج وفر بدائره الموارد البشريه بالشارقه.